انقسام غير مسبوق في إدارة الرئيس الأمريكي بايدن. السبب الرئيسي هي حرب غزة. كان العدوان الرئيسي على غزة هي النقطة الكبيرة والمهمة اللي أكدت عليها صحيفة واشنطن بوست، اللي رصدت حالة من حالات الغليان اللي بيشهدها البيت الأبيض، والانتقادات الواسعة اللي بتزيد يوم بعد يوم لحكومة بايدن، اللي بيعتبر الأزمة الأخيرة هي أزمة تواجه الولايات المتحدة الأمريكية كما تواجه إسرائيل بشكل مباشر. خلينا نروح مع حضراتكم لتفاصيل وقراءة أوسع عن الوضع في الداخل الأمريكي جراء الحرب على غزة من دكتور توفيق حميد، الباحث السياسي من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني بيرحب بحضرتك معنا في صباح الخير يا مصر. وبعد التحية يا فندم، زي ما كنا بنتكلم في المقدمة، في حالة من الغليان مش بس الحقيقة في الشارع الأمريكي لكن كمان في حكومة بايدن. وكان الحقيقة في 20 موظف أو مجموعة من موظفين في البيت الأبيض وصفوا بالغاضبين. كان لديهم انتقاد واسع جدا، وهذا الانتقاد يتلخص في ثلاث نقط محوريين يا فندم. هم أولا استراتيجية إدارة بايدن للحد من أعداد القتلى المدنيين في غزة، الرسالة اللي بتخطط لها بشأن الصراع، وأيضا رؤيتها للمنطقة في مرحلة ما بعد الحرب. سؤال حضرتك يا فندم، هل إدارة جو بايدن قدرت أنها توضح هذه النقاط للغاضبين داخل إدارته؟ شكرا لحضرتك جمانة على السؤال، وأهلا بك بالسادة المشاهدين. هو شوفي حضرتك، هو إدارة بايدن اللي هم نقدر نقول في انقسام أجيال هنا، في الجيل اللي هو سنه صغير ده نسبة كتير منهم متأثرة بوجود العرب، الجاليات العربية عبر عدة عقود وزادوا في العدد، ومنهم جاليات إسلامية، ووصلوا في أماكن كثيرة داخل الحكومة الأمريكية وأروقتها. فدول بقى ليهم تأثير، هو ده اللي نقدر نشوفه نوت، إن العشرين دول بيمثلوا تغيير حصل عبر سنين من وجود جاليات، يا إما هم عرب ومسلمين، يا إما متعاطفين مثلا معاهم أو كذا في الأجيال الصغيرة. ولكن الصراع هنا جه مع إدارة بايدن، الناس الكبار في السن اللي هم تقليديين نقدر نقول في تفكير، دول عندهم أسباب كثيرة جدا تدعوهم لدعم إسرائيل. هم التقوا بيهم وقالوا لهم بعض الردود، ولكن اقدر اقول بامانه ان الردود لم تكن ردود قطعيه، وانما كانت ردود دبلوماسيه لاحتواء الموقف دون الوعد باي تغيير يعني سبيسيفيك، يعني بتغيير معين او محدد. فكان الامر اقدر اقول لحضرتك يعني نوع من الامتصاص الغضب بتاعهم بان هم يدوهم درجه من الاحترام انهم قعدوا معاهم. ولكن على حيز التنفيذ او التعليقات اللي صدرت ضعيفه جدا، ما اقدرش اقول ان اللقاء ده اثمر عن شيء كبير يعني للاسف. طب من أروقة البيت الأبيض والكونجرس والإدارة الأمريكية إلى الشارع الأمريكي، لأنه مهم جدا التوقف عند المخاوف اللي بتزداد من زيادة موجات الكراهية ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين داخل المجتمع الأمريكي. عايز تعليق حضرتك على واقعة حدثت بإطلاق النار على ثلاثة من الطلبة الجامعيين الفلسطينيين لارتدائهم الكوفية والشال الفلسطيني، وإصابة أحدهم للأسف خطيرة يعني، وده طبعا مرتبط بمواقف أخرى سابقة، المخاوف من ازدياد موجات الكراهية ضد المسلمين والعرب داخل المجتمع الإسرائيلي، كيف ترصدها؟ شكرا قوي يا سيدنا محمد على هذا السؤال. شوف حضرتك اللي حصل، طبعا الاتاك في فيرمونت دي كانت واضحه جدا، يعني هم لسه يقول لك ان احنا عاوزين نعرف الدوافع وكذا، ده كجزء اداري او روتيني، ولكن هي واضحه كما اقول وضوح الشمس في منتصف النهار، يعني ان هو في هجوم بسبب كراهيه، لان مش معقوله مصادفه في هذا التوقيت يتضرب الثلاثه دول هم لابسين الكوفيه دي بالمنظر ده مصادفه يعني. هو واضح طبعا هيبدا بعد ايام هيبان لنا ان الراجل ده يكون عنده اتجاهات متطرفه فكريا ودينيا، مع المناخ العام في السوشيال ميديا النهارده حضرتك بتاع شبكات التواصل الاجتماعي بتسخر الامور اكتر واكتر، فالمتطرف بيزداد تطرفا، وهم كمان بيبقوا ملمومين على بعض عامه المتطرفين في مجموعات، يعني كل واحد دائما بيمين في شبكات التواصل للناس اللي بتفكر زيه.
فمتخيل هو بقى ما بقاش لوحده هنا، معاه مجموعات تانية بتفكر بنفس الطريقة. فللأسف الشديد أن ما حدث ونذير خطر شديد جدا 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 داخل المجتمع الأمريكي. قد يكون موقف الحكومة الأمريكية مختلف، وإن هم هياخدوا يعني أشياء ضد الراجل اللي هاجمهم، ولكن أنا اعتقادي ما يتبصلهاش فقط كحادثة كده حدثت، قد ما يتبصلها على اتجاه موجود يمثله هذا الشخص هذه المرة، ولكن هناك أناس كثيرون هيبقى لديهم هذا الغضب والكراهية من كل ما هو مهاجر أو عربي أو مسلم. هتزداد الأمور سوءا في تصوري الفترة القادمة، ليس فقط في أمريكا بل أيضا في أوروبا. صحيح. وهنبدأ نرى هجمات كراهية وردود فعل، تقوم ردود الفعل تزيد الهجمات الكراهية أكتر، يعني يبدأ تدخل في حلقات مفرغة، يزداد الكراهية وهجمات الكراهية، يقوم يحصل رد فعل من الجاليات مثلا العربية الإسلامية، من أحد مثلا الشباب يعمل تصرف معين، يقوم تزداد الكراهية أكتر. فأنا الحقيقة يعني ورد أو قلق يعني الآن جدا مما حدث، لأنه نذير شيء خطير قادم في المرحلة القادمة. صحيح. ده كمان مع يعني إحنا كمان بنتابع يعني في أوروبا وأيضا دول غربية فكرة تصاعد، حتى فكرة اليمين المتطرف في بعض الحكومات مؤخرا، يعني بنتابعها في دول أوروبا بشكل أكبر. طب خلينا نروح مع حضرتك أيضا لجون بولتون. جون بولتون يا فندم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، يعني تحدث عن انه ما يحدث الان في قطاع غزه انه حماس قدرت انها تحقق انتصار كبير على اسرائيل، وبالتالي هو معارض بشكل كبير جدا اصلا على هذه الهدنه. سؤال حضرتك يا فندم، في ظل انه دونالد ترامب هو خلينا نقول انه المنافس الاقوى لجو بايدن، واحنا امام انتخابات رئاسيه امريكيه قادمه يا فندم، هذا الانقسام او هذا الانقسام الدائر شايفه حضرتك هيحصل ازاي؟ يعني زي ما حضرتك تحدثت الشباب معارضين لما يحدث، والكبار بالعكس يعني شايفين انه لا، يجب ان ندعم اسرائيل لاخر نفس، ويقال ان امريكا هي دوله مؤسسات. بالظبط. اتفضل. ده سؤال مهم جدا اشكر حضرتك عليه. هو شوف حضرتك، المتوقع من الاحداث الحاليه في نهايتها انا اعتقادي هيبقى في اتجاه اكبر لترامب، مش عشان ان هو يعني افضل في حاجه معينه قد ما هو الشارع الامريكي المنقسم ده فيه جزئين كبيرين، في الجزء المحافظ اللي هو الاتجاه التقليدي نقدر نقول، وفي نقدر نقول الناس اللي هم ايه اليانج جنريشن الصغيرين في السن اللي ليهم افكار مختلفه. اللي حصل النهارده ان بايدن اظهر ضعف شديد في القياده في عدة مواقف، منها موقف مثلا غزة ما كانش يعني ما الأداء ما كانش إبداعي يعني، وكتير ما أعجبوش بيه. فأنا أعتقد إن في ناس بتتجه لترامب لأنه راجل بيسموه ديسايتف، يعني يقدر ياخد قرار وينفذ وياخد مواقف واضحة منظمة. وفي بعض الناس بيظن إن لو وجود ترامب يمكن ما كانش حدث المشاكل دي، وكان اتجه الحل بصورة مثلا مختلفة. فهو الناس عندها اتجاه لترامب عشان الامور الاقتصاديه، عشان ضعف قدره اداره بايدن على اداره الملفات مثل حتى ملف غزه وغيرها وغيرها، مع زياده شديده جدا في الاتجاه الليبراليه عند البعض شايفينها زادت عن الحد. يعني كان زمان بيطالبوا بالحريه، ماشي ده جميل، ولكن النهارده بقت فرض حاجات مثلا على الاطفال مش مقبوله زي الشذوذ وغيره على اطفال في المدارس. صحيح. يعني هناك فرق انك تحترم حريه الناس وانك تفرضيها على الطفل. صحيح. فاصبح هنا اتجاه غريب في عدم تحديد الجنس والنوع. صحيح. في ان ذكر ام انثى، في فداخلين في مرحله ان الناس العاديه اللي كانت حتى بتدي صوتها ساعات لناحيه الديمقراط وبايدن ودول قالوا لا ده كفايه ده كتير كده، وبداوا يتجهوا لترامب. فاعتقد اداء بايدن الاخير
في غزة يضاف للحاجات صحيح. الأخرى أداء ضعيف عامة، وده يصب في مصلحة ترامب إذا سمح له أن يصل وده ممكن يقلب موقف قانوني ضده. صح، ده ممكن يقلب بعض المعادلات والحسابات الانتخابية في الولايات المتحدة. بايدن من ساعات قليلة آخر تغريدة ليه على موقع إكس تحدث ونصا قال إنه حل الدولتين هو السبيل الأمثل لضمان أمن طويل الأمد ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ومن أيام قليلة كان في مقال شهير لبايدن في أعتقد الواشنطن بوست تحدث أيضا عن حل الدولتين. فعايز أسأل حضرتك من واقع اقترابك يعني من دوائر صنع القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هذه النبرة الجديدة في الخطاب السياسي الأمريكي الحديث بشكل مركز عن ليس فقط وقف إطلاق النار ولكن حل الدولتين لضمان ألا يتكرر ما حدث في المنطقة ولضمان أيضا أمن طويل الأمد للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. هو شوف حضرتك فعلا بقى في اتجاه عند داخل الأروقة الأمريكية وعند كثير من الناس المؤثرين ان الموضوع لازم يتحل بقى، لازم صحيح. توصل ويحل الدولتين حل واقعي، ان هو في ناس عايشه هناك وخلاص لازم يحصل نوع من التعايش وكده. فده احد يعني الاتجاهات الواضحه جدا في جميع الدرجات سواء السياسيه الكبيره او الناس المؤثرين في الميديا والصحافه وغيرها. لكن هو بقى السؤال بصراحه اقول لحضرتك بامانه ان برضك الحكومه الموجوده حاليا في اسرائيل حكومه يمينيه دينيه. فقد لا يعجب بعضهم حل الدولتين، ولذا الضغط في حل الدولتين لازم يبقى قوي جدا عشان يحصل الحلول في النهايه، زي ان حل الدولتين بيفتح مجال، ودي حته خطيره جدا، لتطورات وتطويرات اقتصاديه ضخمه لمنطقه الشرق الاوسط. فهي وجود حل الدولتين واقرار السلام في المنطقه هيسمح لاستثمارات تتدفق للشرق الاوسط ويعاد تشكيله بصوره صحيح. ان هي تكون مفيده للجميع. ففي تصوري في اتجاه عند البعض ان حل الدولتين ده يفتح المجال لهدوء في المنطقه وبالتالي استثمارات اكتر وبالتالي سياحه اكتر للمنطقه كلها لكل الدول، يعني مش صحيح. مش بقول دوله هنا معينه قد ما هي ممكن يعم خير للجميع اذا حدث حل الدولتين. المشروعات اللي هتتم في المنطقه يبقى في امان بدل ما يطلعهم ارهابي كل شويه من حماس ولا غيره يعمل لهم عمليه مثلا في مشروع هم عاملينه. لما يقل الارهاب بسبب لما تتحل الدولتين هتبص تلاقي السياحه تزداد، يوم ما بيسمعوا السواح بره عن وجود حدث صحيح. ارهابي ولا تصرف كذا وده دايما فده في تطوري هو القادم. صحيح، وده دايما اللي بتؤكد عليه ايضا الدوله المصريه الاعتراف الدولي بفلسطين واقرار حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو لعام 67. بشكرك شكرا جزيلا دكتور توفيق حميد، دايما بتمتعنا وبنستفيد من تحليلاتك السياسيه. دكتور توفيق حميد الباحث السياسي كنت معنا من الولايات المتحده الامريكيه، صباح الخير على حضرتك.